بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. نبدأها بالعناوين. فرنسا تدعو أطراف الأزمة الخليجية إلى عدم التصعيد والعودة إلى استئناف الحوار. الجيش السوري يعلن تعليق جميع العمليات القتالية في مدينة درعا دعما للمصالحة الوطنية. السلطنة الأولى عربيا في مؤشري بدء ممارسة الأعمال التجارية. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الألماني الصديق وأسرة الفقيد. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس داني فوري رئيس جمهورية سيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. دعت فرنسا إلى التهدئة وعدم التصعيد في أزمة الخليج الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وأعلن قصر الإليزي أن الأمن الإقليمي في المنطقة موضوع على المحك في هذه الأزمة، وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي أن من مصلحة الجميع العودة إلى استئناف الحوار، وذكر الإليزي أن واجب فرنسا في هذه الأزمة يتمثل في الحديث مع كل الأطراف وفي اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأوضاع. استعاد الجيش العراقي 3 قرى جديدة من قبضة تنظيم داعش، وذلك في طريقه للوصول إلى مدينة تلعفر غرب مدينة الموصل شمال العراق. ويأتي هذا التقدم في إطار مساعي الجيش لاستعادة المناطق المحيطة بالمدينة تمهيدا لشن هجوم لاستعادتها من قبضة التنظيم. وفي مدينة سامراء تمكن الجيش العراقي من قتل 5 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى المدينة التي تقع في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك كشف مصدر عسكري عراقي تخطيطا لتنظيم داعش يعتزم فيه الهجوم على قضاء حديثة الذي يبعد نحو 160 كيلومترا عن العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن القوات العراقية كثفت من تحليق المقاتلات الحربية وطائرات الأباتشي فوق سماء القضاء، إضافة إلى نشر المزيد من الوحدات العسكرية على محاوره بهدف إفشال أي هجوم إرهابي قد ينفذه داعش. في سوريا أعلن الجيش السوري عن وقف جميع العمليات القتالية في مدينة درعا جنوبي البلاد لمدة 48 ساعة دعما للمصالحة الوطنية. جاء الإعلان بعد أعمال عنف استمرت لأيام في المنطقة التي بدأت فيها الأزمة منذ سنوات. في الأثناء شنت قوات سوريا الديمقراطية عملية لاستعادة مدينة الرقة بدعم من طائرات التحالف الدولي، حيث تمكنت من السيطرة على 3 أحياء كانت في قبضة تنظيم داعش بالرقة. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وزعمت شرطة الاحتلال أنهم شنوا هجومين بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة الإسرائيليين في القدس المحتلة. وقالت إن المهاجمين حاولوا كذلك طعن مجموعة من ضباط الشرطة، مضيفة أنه لم يتم التوصل لأي صلة بين منفذي الهجومين من جهة وأي تنظيم إرهابي من جهة أخرى. جاء ذلك بعد أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعيد النظر بشكل كبير في التقارب مع كوبا الذي أطلقه سلفه باراك أوباما نهاية 2014 بعد أكثر من نصف قرن من التوتر، وقال إنه سيشدد بعض القيود على السفر والتجارة، واعتبر أن ما قررته إدارة أوباما من إجراءات لا يساعد الكوبيين بل يعزز النظام، ورهن تطور العلاقات بين البلدين بتقدم فعلي وتغيرات ملموسة على صعيد الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان. من جانبها نددت الحكومة الكوبية بالقيود الجديدة التي فرضها عليها الرئيس الأمريكي، غير أنها جددت استعدادها لمواصلة الحوار المبني على الاحترام الذي بدأته مع واشنطن منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فقدان 7 من عناصر البحرية الأمريكية وإصابة قبطان واثنين آخرين جراء اصطدام مدمرة أمريكية بسفينة حاويات قبالة سواحل اليابان حسبما أعلن حرس السواحل الأمريكي وحرس السواحل الياباني. وقال المتحدث باسم حرس السواحل اليابانية إن رجال الإنقاذ يبحثون عن البحارة 7 الذين يعتقد أنهم سقطوا في البحر أو حوصروا داخل أجزاء متضررة من المدمرة الأمريكية. وقال الأسطول 7 في البحرية الأمريكية إن الحادث أسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن المدمرة الأمريكية اصطدمت بسفينة شحن فلبينية أثناء وجودها قبالة السواحل اليابانية. ونشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد قليل. عن عمر ناهز 87 عاما رحيل هيلموت كول مهندس الوحدة الألمانية. أهلا بكم. حصلت السلطنة على المركز الأول عربيا في مؤشر بدء ممارسة الأعمال التجارية، كما حصلت السلطنة على المركز الثالث عربيا في كل من المؤشر الفرعي لحكم القانون ومؤشر ركيزة المؤسسات ومؤشر البيئة السياسية ومؤشر البيئة الاقتصادية ومؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ومؤشر البيئة التنظيمية، والمركز الرابع في كل من مؤشر الإنفاق على التعليم ومؤشر رأس المال البشري، والمركز الخامس عربيا في مؤشر سهولة دفع الضرائب. وتقدمت السلطنة 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات الأربع الماضية، وحازت على المركز 77 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو التابعة للأمم المتحدة. بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري 19 مليارا و719 مليونا بنسبة ارتفاع قدرها 3.5% مقارنة بالعام الماضي. وأشارت إحصائيات البنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على أكثر من 7 مليارات و973 مليون ريال، وبنسبة 40.5% من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي. تمتلئ مساجد الرحمن خلال أيام الشهر الفضيل بالمصلين، الأمر الذي حرك الدعاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى تكثيف برامجهم من المحاضرات وحلقات الذكر في المساجد والجوامع عقب الصلوات، لا سيما صلاة العصر، بهدف استغلال أوقات المصلين بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. الله تعالى وبركاته. انتهى الإمام مع المأمومين من أداء صلاة العصر ليبدأ البرنامج اليومي الخاص بالتوعية والتوجيه والذكر وتدارس كتاب الله. المحاضرة تهدف إلى توعية المسلمين
يعني دورهم في هذه المساجد، في صلواتهم، في عبادتهم في شهر رمضان المبارك كريم. في شهر رمضان المبارك النفوس تقبل أكثر على تعاليم الدين الإسلامي. محاضرات بشكل يومي يجتمع الناس للاستفادة منها، تتناول مواضيع الصيام والصلاة والعبادات، وتحث على القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة التي تزيد من تآلف أفراد المجتمع وتجعلهم متمسكين بالعادات العمانية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. عندما ننشئ أبناءنا على القرآن الكريم فهذا يعطي سلوك وانطباع للأبناء بأنهم ينشأوا نشأة طيبة ونشأة صالحة. نركز في محاضراتنا في الجوامع والمساجد على منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية الأولاد من خلال سيرته الطيبة المطهرة، لأن كما تعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة لنا جميعا. أغلب الجوامع والمساجد في محافظة شمال الباطنة، وكبقية عدد من المساجد بمحافظات السلطنة، تعد برامج وحلقات للذكر وتدارس القرآن الكريم ومحاضرات عن مواضيع عامة تهم الفرد والمجتمع طيلة أيام الشهر الفضيل، لا سيما عقب صلاتي الفجر والعصر. هذه المحاضرات وحلقات الذكر تقام بشكل يومي من بداية شهر رمضان المبارك في أغلب جوامع ومساجد ولايات محافظة شمال الباطنة، بهدف استغلال أوقات الشهر الفضيل بما يعود بالنفع والفائدة على أفراد المجتمع. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة. الإفطار الجماعي عادة رمضانية يقيمها أهالي القرى في عدد من ولايات محافظة شمال الشرقية لغرس روح المحبة والتآلف بينهم، حيث ينظم الأهالي في قرية لزق بولاية المضيبي مأدبة الإفطار الجماعي بالمجلس العام للقرية بمشاركة أهالي القرية والقرى المجاورة. ما أجمل هذه الصورة التي تعكس أحد الظواهر الاجتماعية في مختلف ولايات السلطنة، فهنا التعاون والتآلف يتجلى في أبهى صوره أثناء تجهيز سفرة الإفطار الجماعي. الإفطار الجماعي يجمع يعني سكان القرية في على مائدة إفطار واحدة لخلق روح التعاون والتكاتف والتعاون الأسري. هاي الإفطار على كل سنة يجتمعوا الأهالي القريب والبعيد أهل البلد ويشاركوا في فرحاتهم، فرحات رمضان المبارك، ويجمع الله شملهم من أمور العدل والسرور. الإفطار الجماعي الذي جمع بين أبناء قرية لزق بولاية المضيبي يجمع الكبار والصغار من أهالي القرية في سفرة إفطار واحدة الذي أصبح يقام سنويا خلال هذا الشهر الفضيل. نحن تعودنا في هذه القرية، قرية بلادكم لزق بولاية المضيبي، على هذه العادة رمضانية، ولذلك الحمد لله رب العالمين نتجمع فيها الكبير والصغير، وحتى كما هو مشاهد بالنسبة للوافدين الموجودين هنا الحمد لله رب العالمين أيضا مشاركتهم موجودة. لا تقتصر هذه المشاركة في مثل هذه المناسبات الاجتماعية على أهالي القرية فحسب، بل يشارك فيها عدد من المدعوين من القرى المجاورة، إضافة إلى مشاركة الجاليات من الجنسيات الآسيوية المقيمين في السلطنة. إذن ها هي صورة تكتمل بين أبناء هذه القرية لتتحدث عن أحد المظاهر الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك. أحمد بن محمد المعمري من ولاية المضيبي محافظة شمال الشرقية. توفي المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول عن عمر ناهز 87 بعد حياة سياسية حافلة بالأحداث، ولعب كول دورا بارزا في إعادة توحيد ألمانيا، لذلك يلقب بمهندس الوحدة. هيلموت كول رجل ألمانيا القوي ومهندس وحدتها، غيبه الموت لتنتهي سيرة رجل مليئة بالأحداث وليخلده التاريخ الألماني والأوروبي في أحداث شكلت نقطة تحول تاريخية. المستشار الألماني الأسبق رحل عن عمر يناهز 87 بمنزله بغرب ألمانيا بعد حياة سياسية حافلة بالأحداث والتغيرات. مهندس الوحدة كما يحلو للألمان تسميته،
ولد عام 1930 وظهر لأول مرة على الساحة السياسية عام 1947 حين انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي لتتوالى مهامه السياسية، حيث تولى عام 1969 رئاسة الحزب في إحدى الولايات الألمانية. وفي عام 1973 انتخب هيلموت كول رئيسا للحزب الديمقراطي وبقي في هذا المنصب أكثر من ربع قرن. وبعد العمل الحزبي الطويل قاد الراحل ألمانيا لمدة 16 عاما ما بين عامي 82 و98، ويعزى إليه توحيد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية بعد سقوط جدار برلين عام 1989، ولذلك يحتفي الألمان بكول باعتباره مهندس إعادة توحيد شطري ألمانيا. كول وخلال فترة قيادته أسهم في طي الآثار النفسية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في نفوس الألمان، حيث عزز فكرة أوروبا السلمية والمزدهرة، وعمل مع الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران على تعميق الاتحاد الأوروبي وخلق العملة الأوروبية الموحدة اليورو. ومع الدور التاريخي الذي لعبه هيلموت كول في إعادة توحيد ألمانيا، يرى الكثير من المراقبين أن اسمه سيخلد في الذاكرة الألمانية كأحد أبرز شخصياتها، وسيرتبط بذكرى التوحيد والتي كانت نقطة تحول مفصلية في التاريخ الألماني والأوروبي الحديث. في ختام نشرتنا هذا تذكير بعناوينها: فرنسا تدعو أطراف الأزمة الخليجية إلى عدم التصعيد والعودة إلى استئناف الحوار. الجيش السوري يعلن تعليق جميع العمليات القتالية في مدينة درعا دعما للمصالحة الوطنية. السلطنة الأولى عربيا في مؤشر بدء ممارسة الأعمال التجارية. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الجوية. من خلال آخر الصور الجوية مشاهدينا الكرام، كما توضح استمرار الفرصة بهطول الأمطار الخفيفة على محافظة ظفار، واستمرار أيضا تدفق بعض السحب العالية والمتوسطة من بحر العرب إلى سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. باقي مناطق وأجزاء السلطنة تبدو مستقرة خالية من السحب، بما فيها أيضا أجواء منطقة شبه الجزيرة العربية. أجواء السلطنة لهذه الليلة مشاهدينا، تبدو الأجواء مستقرة خالية من السحب على العاصمة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين مطلع 30 ومنتصف 30. في محافظة الباطنة أو في محافظة جنوب الباطنة تبدو الأجواء أيضا مستقرة، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع 30. في جنوب أو في شمال الباطنة عفوا، درجات الحرارة عند مطلع 30 ضمن أجواء صافية مستقرة خالية من السحب، وفي محافظة مسندم كذلك، ودرجات الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. في محافظات البريمي كذلك تبدو الأجواء مستقرة خالية من السحب، وفي محافظات الظاهرة أيضا، ودرجات الحرارة عموما عند نهاية العشرين على محافظات الظاهرة. على المحافظات الداخلية درجات الحرارة تتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية ضمن أجواء صافية مستقرة، وتطال أيضا الأجواء المستقرة محافظة شمال الشرقية، ودرجات الحرارة عموما عند نهاية العشرين. على جنوب الشرقية بعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة مئوية. على محافظات الوسطى كذلك بعض السحب تكون حاضرة على المناطق الساحلية عموما، ودرجات الحرارة عند منتصف العشرين.
محافظة ظفار أيضا تطال بعض السحب المنخفضة ودرجات الحرارة عموما عند منتصف العشرين، وإلى حركة الرياح على سواحل السطح المطلة على بحر العرب، حيث تشهد رياح جنوبية غربية نشطة السرعة عموما بحدود 25 عقدة. البحر هائج الموج، أقصى ارتفاع له 3.5 متر. الرياح على سواحل محافظة مسندم تبدو أيضا جنوبية غربية معتدلة السرعة بحدود 15 عقدة. البحر هادئ إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له 1.5 متر. وأخيرا حركات الرياح على سواحل السطح المطلة على بحر عمان، حيث تبدو جنوبية شرقية وخفيفة السرعة بحدود 10 عقد. البحر بالتالي هادئ الموج، أقصى ارتفاع له 1.25 متر. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.